السلام عليكم، انا فيدي ابراهيم الوان دي اوبيرا ماغازين اوبيرا. هذا المكان حل جديد افيك لا فرانشيز KFC كونتاكي فرايد تشيكن. هذا لا فرانشيز ولا لونسين معروفه في العالم. لو ديرني سونداج 2022 عنده 14000 ريستوران اترافير لو مون 80 دوله. هذا المكان كما هو كما دوتر انسين فرانشيز ماكدونالدز ستاربكس اكسيتيرا يشاركوا في تنمية إسرائيل. عندهم ان بورسنتاج يمدوه لإسرائيل. هاد الفرانشيز اللي تحلت اليوم في الجزائر KFC هادي تشارك مع الكيان الصهيوني لقتل أطفال غزة وقتل نساء غزة وقتل شيوخ غزة. إذن العالم كاع يبويكوتيو هاد لي مارك KFC ماكدونالدز بيبسي كولا لا كاع العفايس هادو يبويكوتيوهم من باب ماشي باب يكرهوهم ولا مي هاد العباد هاد الماركات يشاركوا في قتل فلسطينيين. وهنا كيف هاد الانسان اللي هاد اللي جاو حلوا KFC في الجزائر ماشي وقته vous avez mal choisi le monde. اذا الجزائريين العالم كاع يبويكوتي هاد لي مارك، حنا من المفروض اولى بهم حنا نبويكوتيو هاد لي مارك وهاد KFC. كونوا حادقين بويكوت KFC. علاش بويكوت KFC يشارك في قتل اطفال غزة ونساء غزة وشيوخ غزة؟ اذا نبليه با بويكوتي KFC.